دائما يسألون الأهالي شريفة كيف يشخصون التوحد؟ معروف إن كل ما شخصنا التوحد أسرع كل ما يبنى العلاج أسرع. ففي حلقتنا اليوم نتكلم عن تشخيص التوحد. تشخيص التوحد لخطوتين. أول خطوة هو التقييم المبدئي اللي يستخدمونها مثلاً تقييم الأمتشات اللي يستخدمون الأهالي والأطباء عشان يشوفون إذا طفلهم في تغييرات في سلوكياتهم عشان يروحون حق الأطباء للتقييم الشامل. الخطوة الثانية هي التشخيص الشامل للطفل. هني الأطباء المتخصصين في مجال التشخيص يستخدمون ADAS أو DSM-5 للتشخيص، وهذه هي أفضل طرق لتشخيص التوحد.